هاي يا جماعة، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. لو متابعين من فترة فأكيد بتعرفوا إنه قد موبايل آخر فترة هيك آخر شهرين ثلاث عم تبعت لي هدايا يعني فيها مشاكل. مرة بيبعتوها ناقصة، مرة بعتوا لي بدون سكنات ليجند، يعني فاهمين علي؟ بس اليوم في إشي مختلف تماماً. شوفوا شو بعتوا لي. بعتوا لي عجلة حظ سلاح البي كي إم اللي لسه ما نزلت أساساً. واو، 20,000 سي بي، شخصية وشيت أشياء. خلينا نجمعهم مع بعض نشوف الأشياء اللي عطونا إياها. أول شيء شخصية ريبر بسكن سانتا كلوز. حلو. يعني مش هلعب فيه كثير بس هذا السكن كنت ناوي اشحنه، يعني لو ما كانوا بعثوا لي اياه كنت ناوي افتحه رسمي. يعني السكن خرافي يا جماعه، سكن غزال يعني متوحش بصراحه. هذا السكن يعني جدا خرافي. بغض النظر عن السلاح، انا اول ما نزل السلاح حتى قبل ما ينزل كنت مجربه، بس ما كان في تركيبات يعني كنت استخدمه، يعني كنت استخدمه بالتركيبات الاساسيه تبعت اللعبه. بس هسه لما اعطوني اياه وبقدر استخدم التركيبات اللي بدي اياها، فراح اعطيكم هسه تركيباتي ونجرب جيم بالرانك ونشوف كيف وضع السلاح يعني بشكل دقيق. فاهمين علي؟ الرقصة هاي اوكي، عصاية الحلوة حلوة هاي، يعني كتغيير بصراحة شكلها حلو. سكن رودن حفل تنكري ما عجبني بصراحة، انا فكرته ملسم والله. يعني هانا سكن لا تحكي لي تشيكم، والله ما بتستحوا يعني عن جد. بعد اف ار اوكي، يعني اف ار يعني نوت باد. فاهمين علي؟ اله مقطع ان شاء الله. و 20,000 سي بي كالعادة. سكرين شوت. اوكي يا جماعه، الكلاس هيك جاهز، مركبين كل الاشياء هي ظاهره امامكم، وندخل على البي كي ام. الافكت تبعه يكون هديه بعدين يطلع منها، بصراحه حلوه. يعني لو رحنا على التركيبات فبصراحه يعني اعتقد يعني ان شاء الله انها هي تكون تركيبات مناسبه. انا لحد لا ما لعبت فيه، بس بما انه الام جي فاله تركيباته. فاهمين علي؟ ركبنا له اشياء بتسرع فتحه السكوب وبنفس الوقت ما بتاثر على الدقه. حاليا مش باقي اللي احكي لك، يعني تفضل اعمل لايك. لا اعمل لايك، تفضل خذها بعدين تعمل لايك، او اعمل لايك بعدين تاخذها. فاهم علي؟ اعمل لايك واشترك في القناه تمام. و خلينا نبدا. اوكي يا جماعه، بدا الجيم. نشوف تبديل السلاح مازال بطيء، يعني فاهمين علي؟ قوي من اول جيم، من البدايه قوي. لا تمزح، نقفل المايك عشان اسمع كويس. لا تسألني شو دخل، بس بس بتعرف. الله لا لا لا، ليش الام التحكم بالام بطيء فيه؟ ليه؟ تعرف شغلة، انا مش مرتاح، في واحد بعت لي رسالة مكنسلها. يا عمي كنسل الرسالة. جمال سلاح ثالث. لا لا لا، مستحيل. لا اخيرا عملت التركيبات كويسة. تعرف يعني الزلمه يكتب لي بالتعليقات تركيباتك مش كويسه. هاجلي ده التيم ضدنا وينه؟ اوكي، عبالي احنا بدومينيشن، والله العظيم عبالي احنا بدومينيشن. انت راجل محترم، بس ليش هيك بطيء في الريلود؟ انا كم رصاصه مخلي فيه؟ انتوا بتعرفوا انه في بتقدر تحطوا له مخزن 200 رصاصه؟ لا 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 لا، هو عن جد هاي القوة في السلاح؟ ممتاز والله. ايوه، في ناس هتتضايق، في ناس هتتضايق يا جماعة. نطلع ولا اوكي. الو، من وين اجت؟ نوفا ار جي. ليه يا اخي؟ حتى اسمي نفس اسمك، او اسمك نفس اسمه يعني، يوم ما اقرب. لا يا اسطى، لا ما يصحش كده. بطاني الدرع. من وين؟ كيف؟ الو. طيب يا جماعه، بصراحه والله بستاهل السلاح، يعني لو بتفكر تشحنه ف ما بنصحك. مصاريك فيك تلعب بنسخه مجانيه، بس ايش تستخدم تركيباتي. اسف كود موبايل، بس يعني لازم نوعي العالم. ولا انت مش محترم، انت مش محترم. تعال انا بدي اقتل واحد بالسكين. لا لا بمزح. كيف عمل؟ زي السكين، عكازه مش سكين، عكازه الحلوه. اوكي
وديتك على الهدية على طول، لكن الكل افكت حلو تبعه واضح يعني، فاهمين علي؟ في كل افكتات مش حلوة يعني في اللعبة، بس هذا الكل افكت كثير واضح يعني، فاهمين علي؟ انه عادي مفهوم وبسيط يعني. وفي ايه؟ انا بسمع اشياء كثير بتصير مش فاهم ولا اشي منها. ورب انه جامد التركيبات، تركيبات اسطورية يا جماعة. يا رب ارحمني برحمتك يا الله، يا الله انك ترحمنا برحمتك. ثيرمايت في كل مكان. اوكي ما فيش مجال للتنافس. 24 كل اول جيم، لسه دنيا الصبح، الواحد هسه صاحي يعني، حصلنا السلاح، لعبنا اول جيم، جيم اسطوري. لولا الحيوانات اللي بيستخدموا شو اسمه ثيرمايت رفعوا ضغطي، بس السلاح طلع ثبات ولا ملي بتحرك من مكانه. دام اوكي، هذا سلاح مش اللي كنا نلعب فيها اول ما نزل بالتركيبات تبعتهم. هاي التركيبات، وبعدين بتعرف لو حكيت لي تركيبتك مو كويسه يعني بطعمك هاي. اعمل لايك جوجل، يلا اشوفكم على خير، سلام.